طيب في البداية يا جماعة بدنا نجهز الرابط الخاص في الديليت، تمام؟ هنروح على الرمز الديليت ونعمل ايه؟ هايبر ريفرنس تساوي، روح على صفحة الديليت دوت بي اتش بي، لما الاي دي بيساوي روز زيرو. تمام، وحكينا بدنا نعمل له ايفنت. ايش الايفنت؟ حدث معين ونكليك، لما يضغط المستخدم على البتون بده اياه يطلع لي ايش؟ ريتيرن كونفيرم. هل تريد بالتأكيد حذف هذا السجل؟ تمام، والله اذا ضغط اوكي ايش حيعمل؟ حيجي لنا على صفحة الديليت. ضغط كانسل حيضل مين؟ مكان. احنا عملناها في مكان غلط. انا مكانها خاطئ، هاي كنترول اكس. نحطها وين؟ هنا. كنترول في، وبعدين بدي انهي مين؟ الهايبر ريفرنس. تمام، هاي ريفرش، نيجي نضغط عليها حيطلع رسالة، هل تريد بالتأكيد حذف هذا السجل؟ لو ضغط الغاء حيظل مكانه، لو ضغط موافق حيروح على صفحة مين؟ ديليت. وايش اخذ معاها؟ رقم السجل، عشان انا بدي احذف بناء على رقم السجل اللي مبعوث من وين؟ من هنا. يعني هنا بعثت الرقم مين؟ 3. تمام، حسب الريكورد من هنا. طيب الان حنجهز صفحة ديليت. طبعا زي ما اتفقنا في صفحة الديليت اول حاجة بعملها انكلود لمين؟ ايش اسم الداتابيس عندي؟ داتابيس بعدين الاي دي بيساوي جيت للاي دي. ليش استخدمت جيت؟ لان انا بجيب من وين يا جماعة؟ انا بجيب من وين؟ من يو ار ال، من شريط العنوان. لما استخدم شريط العنوان ايش بعمل؟ بستخدم ميثود جيت. طبعا بدي اخذ جملة الاستعلام بالشكل هذا، نسخ لصق. طبعا بدل سيلكت ايش بدي؟ ديليت. فروم اسم الجدول، وير اي دي ايش بساوي؟ الاي دي. نفذ الاستعلام، وبعد ما تنفذ الاستعلام بدي اياك تنقلنا على صفحة مين؟ الاندكس. تمام، استدعينا الاتصال، جبنا الاي دي من يو ار ال، حذفنا بناء على الاي دي اللي جاي. احذف لي من جدول المستخدمين لما الاي دي بيساوي، اول مره كان واحد، حيحذف لي كل البيانات اللي بتخص المستخدم رقمه قديش؟ واحد. حينفذ الاستعلام وحيحولنا على صفحه مين؟ الهوم. تعالوا نجرب، هاي ريفرش، هاي بدي احذف رقم 2، موافق، وين رقم 2؟ انحذف. تمام، هذا بالنسبه لمين يا جماعه؟